فاكرين حضراتكم قرية الدرمالي اللي في محافظة البحيرة اللي كانت فيها مشاكل كتيرة؟ الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعية حلمنا قدرنا نوفر قافلة مواد غذائية غطت حوالي 100 أسرة ومعرض ملابس مكون من 300-3000 قطعة لأهالي القرية. تعالوا نشوف التقرير. استلمت كل حاجة ربنا يخليهم يا رب، مكرونة ورز وزيت وكل حاجة يا رب يخليكم. فرحانة مبسوطة والله الحمد لله، كل سنة وانت طيبين. احنا بنشكر جمعية حلمنا وبرنامج واحد من الناس، النهاردة جينا استلمنا كيس فيه مواد غذائية وكل سنة وانت طيبين. احنا بنشكركم جميعا وبنتمنى وانتم تكرروا الزياره دي مره واثنين وثلاثه لان فيه ناس اكتر من كده محتاجين. احنا النهارده جمعيه حلمنا بتتعاون مع برنامج واحد من الناس قدرنا ان احنا نعمل قافله غذائيه، شنط غذائيه. القافله دي تغطت 100 اسره وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نعمل حاجات اكتر ونقدر نساعد ناس اكتر. وكل سنه طيب. أنا بشكر واحد من الناس اللي جابونا الجمعية الخيرية وعطونا هدوم ولأولادي ولأحفادي، وأنا مبسوطة وكل سنة وانتوا طيبين وتعودوا لها بخير يا رب. فرحانة ومبسوطة بوجودكم وربنا يقدركم على فعل الخير. بشكر واحد من الناس وجمعية حلمنا لأنهم هم جابونا في المكان ده وجابونا اللبس ده. كل حاجة ببلاش وجبرتونا، خدنا بلوزات وهدوم للعيال الصغيرة وللكبار وكل حاجة والله. كل الناس فرحانة ومبسوطة، فرحتوا قلبنا وبسطتونا وجبرتونا والله. كل سنة وانتم طيبين يا رب تجونا تاني، وفرحتوا أولادنا وفرحتونا وربنا يخليكم لينا.